السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي به في كل الأمور نهتدي ونستعين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين. المحاضرة الخامسة بشرح تطبيقات أوتوكاد 3D إن شاء الله طابق ثلاثية الأبعاد. بعتذر للإخوة على تأخير المحاضرة الخامسة. زي ما حضراتكم لاحظتوا إن حصل طفرة في الروابط، وتم رفع المحاضرات على موقع الفيميو. طبعا بشكر نيابة عنكم وعني وعن المنتدى كله بصراحة مجهود الأخ باشمهندس عطية على مجهود الجبار وإصراره على نجاح الورشة دي. بطلب من الإخوة بعد مشاهدة المحاضرة دي إن كل الإخوة تدخل وتكتب تعليق ليس على المحاضرة، ولكن التعليق عبارة عن شكر لجهود باشمهندس عطية. نبدأ النهاردة محاضرتنا بإذن الله. إحنا اتكلمنا في المرات السابقة عن أساسيات البرنامج، عن الفيو بورت، عن الشيدنج، عن اليو سي اس، ودخلنا بفضل الله عز وجل على شريط اللي هو بنسميه الموديلنج. بدأنا مع أول أمر، الأمر الرائع جدا اللي هو البولي سوليد، وإن شاء الله هنكمل مع مجموعة الموديلنج بإذن الله. نبدأ هتكلم عن أمر اللي هو البوكس. بوكس أمر ستاندر أساسي في كل برامج 3D بفعله. في ملاحظة يا جماعة إني دايما لما بفعل أي أمر في برنامج الأوتوكاد لازم أبص على الأوبشن، لازم أبص على الكوماند لاين، أو أبص على الدايناميك إنبوت، الشريط الملاصق للكورسر. بيقول لي سبيسيفاي فيرست بوينت أور، وهتلاقي سهم متجه لتحت. هضغط على السهم السفلي، قال لي سنتر. طب سنتر دي هعرفها كمان شويه. نبدا مع الامر من البدايه. قال لي سبيسيفاي ستارت كورنر، قلت له ادا كورنر البدايه. بعد كده قال لي سبيسيفاي اذر كورنر، ادا الركن الثاني. بعد كده هيقول لي ايه؟ هيقول لي الارتفاع. تمام، دي الطريقه التقليديه في رسم المستطيل. طب لو انا عايز ارسمه بدايمنشن يا جماعه، ارسمه بدايمنشن بابعاد، هتكون كالتالي. أول حاجة هفعل أو هحدد الركن الأولاني. بعد كده هتلاقي فيه بوكسين كده، فيه بوكس مثلا اللي هو الأبيض وفيه شارة لونها أزرق، والبوكس التاني فيهم أرقام متغيرة. إيه قصة الأرقام دي؟ هي دي الإحداثيات، هي دي الدايمنشن على الإكس والواي. دايما اتفقنا من الأول إن الطول بيجي على محور الإكس في الأوتوكاد، والعرض بيجي على محور الواي في الاوتوكاد، والارتفاع طبعا على زد، بعكس برنامج 3 دي ماكس. 3 دي ماكس الطول بيجي على الواي والعرض بيجي على الاكس. تمام، طبعا الزد معروف الارتفاع، فانا هكتب له مثلا 5. اضغط انتر، لا بضغط تاب عشان انتقل لمحور الواي، اكتب له برضو هنقول 6. المره دي هضغط انتر، انتهيت. بعد كده البرنامج هيسألني عن الارتفاع. على فكرة في اوبشن، ايه هي الاوبشن؟ قال لي سبيسيفاي هايت اور. دايما كده يا جماعة تقرا الرسالة، اذا قال لي اور والسهم تعرف ان في اوبشن، هضغط على السهم السفلي. انا لو انت بتتضايق من متابعة شريط الكوماند لاين، خلاص سيبك من الكوماند لاين، بس تابع الاوبشن اللي هتظهر لك مع الدايناميك انبوت اللي هو الشريط الملاصق للكورسر. شوف اذا قال لي اور وجاب لي السهم، نضغط على السهم. قال لي جاب لي كده ارقام 4 مش عارف ايه، دي لو انت عايز تكتب رقم معين تحدد الارتفاع. اما 2 بوينت انك بتسحب دراج نقطتين، والبرنامج بياخد المسافه ما بين النقطتين ويحدد ارتفاع البوكس بتاعك. هقول له مثلا 10، انتر. بوكس طويل، نرسم بوكس تاني ونشوف الاوبشن التاني. قلت له ادي الركن الاولاني، قلت له 2، تاب 2، انتر، والارتفاع ايه؟ هضغط على السهم واقول له 2 بوينت. ايه قصه 2 بوينت؟ قال لي روح حدد نقطتين، حددهم في اي اتجاه لاي محور، على الاكس، على الواي، على الزد. فانا هروح اخد النقطه دي والنقطه اللي فوق اللي هي بالظبط ارتفاع البوكس اللي هو جنبه، فاخد لي الارتفاع بالشكل ده. تمام، هو ده البوكس. في اوبشن في الاول خالص
قال لي قبل ما ابدا احط ركن اولاني، قال لي سبيسيفاي فيرست بوينت اور اضغط على السهم. قال لي سنتر، نشوف السنتر. السنتر بيعمل لي ايه؟ بيرسم لي من النقطه اللي هي اللي احنا بنسميها نقطه سنترويد، نقطه الثقل في المجسم اللي هو السوليد. ازاي الكلام ده؟ هيجيب لي كل حاجه في المنتصف بالظبط، هيوسطنها بالظبط. يعني ايه؟ يعني انا حددت القاعده بتاعتي، ممكن على فكره احدد الطول والعرض، يعني ممكن اقول له 2 تاب 2 وانتر. ولاحظوا ان هو يا جماعه ارتفاع المجسم عامل ايه؟ هيخلي لي ارتفاعه نصه فوق الارض، فوق مستوى الارض، والنص التاني تحت مستوى الارض. كاني بالظبط عملت حاجه كده غريبه. لو جيت من الطب وجبت بوكس عادي، وكاني مسكت مثلا سكينه وقطعته 4 ارباع باللاين كده. النقطه اللي في النص دي البرنامج اخدها كنقطه ارتكاز، تمام؟ ونفس اللي عمله مع المسقط الافقي اللي هو 2 دي عمله مع المسقط اللي هو ثلاثي الابعاد، تمام؟ هرجع تاني للايزومتريك. انا لو بصيت من الفرونت، هروح للفرونت من من الفيو، هلاقي هقول له بارل او ذا بارل بالشكل ده. ادي يا جماعه مستوى الارض اللي هو الخط الاحمر ده اللي هو الاكس. شايفين البوكس اللي انا رسمته نصه فوق مستوى الارض والنص التاني تحت مستوى الارض؟ اوكي، احنا كده اكيد فهمناها. اريس، ارجع تاني للايزومتريك. المثال ده امسحه. خلي بالك انك لازم دايما تشوف اليو سي اس بتاعتك حصل فيها مشاكل ولا لا. انا شايف الشبكه الجريد بتاعتي بشكل غريب. طب اجي ارسم كده، ايه ده، ايه اللي حصل؟ بس يعني البرنامج احيانا بيعمل حاجات غريبه، لا مش عارف ايه. كل ده مش هيتعبني في حاجه، لان انا فاهم كويس يعني ايه احداثيات، فاهم كويس يعني ايه يوزر كوردينيت سيستم. هقول له وورلد، كل حاجه ترجع في وضعها الديفولت. ادي البوكس. اوكي، نمسح البوكس ونشوف الامر اللي بعده. الامر اللي بعده هو الويدج. الويدج اللي هو الوتد، نفس الحكايه، سبيسيفاي فيرست كورنر اور سنتر، نفس طريقه البوكس بالظبط. انا في غنى عن استخدام السنتر بصراحه، لان اوبشن ضعيف جدا. سبيسيفاي فيرست كورنر، ادي الركن الاولاني، الاذر كورنر، وبعد كده الارتفاع. بص يا جماعه، ده كاني بالظبط مربع وقسمته نصين، كانه مربع وقسمته نصين، يعني قسمته نصين كده بسكينه، بس بطريقه يعني عموديه كده، يعني ما قسمتوش هو على الارض، هو نايم على الارض، لا وهو كانه واقف كده، رسمته نصين بطريقه مايله. ده البوكس. بعد كده يعني الامر اللي اسمه ويدج ده استخدامه قليل قوي، اشوفه تاني. او ممكن ادي القاعده بتاعتي، هقول له والله انا عايز الطول على الاكس ب 6 تاب، وعلى الواي ب 2 انتر، وهطلع فوق كده زي ما انتم شايفين الارتفاع. نفس الاوبشن اللي موجود معايا في ارتفاع البوكس بالظبط، يا اما 2 بوينت يا اما تكتب المسافه. هقول له 5، تمام. ادي امر الوجه، نسيبه. نروح على الامر الكون، نفعله. قال لي specify corner point of base. طيب ادي قصدي ال specify center point of base or، نشوف ال or 3 point 2 point tangent elliptical. ايه ده؟ الاول الكون نشوف بيترسم ازاي. الكون بيترسم، حددت النقطة اللي هي نقطة السنتر. سألني عن ايه؟ هشيل بس الأرسل. قال لي specify base radius. ايه ده، وانا برسم دايرة؟ قال لي اه. قال لي الكون ده القاعدة بتاعته دائري، اكيد ليها نص قطر. هقول له نص القطر 3، واضغط انتر. قال لي اطلع بالارتفاع. قال لي specify height or، والسهم، اضغط على السهم. ايه قصة الاور بقى؟ قال لي يا اما تكتب له تعمل له مسافة ما بين نقطتين زي ارتفاع البوكس، تمام، يا اما حاجه اسمها الاكسس اند بوينت، ان هو بيخلي لي الهايت، ارتفاع الكون حر. يعني ايه ارتفاع الكون يا جماعه؟ الوقت مقيد في في اتجاه الزد. ازاي الكلام ده؟ مش فاهم. يعني انا طلعت بيه كده خلاص اتحدد. طب لو انا عايز ارسم الكون ده القمه بتاعته تكون مثلا في اتجاه الاكس او في اتجاه الواي، هختار الاوبشن اللي هو
ادي الراديوس، اقول له مثلا 3 انتر واطلع فوق، هنزل تحت اقول له الاكسس بو اند بوينت واضغط انتر. شايفين اللي بيحصل؟ بقى حر معايا، ممكن اطلع بيه لو مشغل اورسو، ممكن يطلع معايا على الزد. يعني الاورسو بينفعنا في حاجات كتير جدا، يعني ممكن اروح على الاكس بطريقه منتظمه زي ما انتم شايفين، يمين وشمال، ممكن اروح على الواي قدام ورا، ممكن اطلع على الزد تاني. فهو ده الاوبشن اللي هو خاص بالاند الاكسس اند بوينت، لانه موجود معانا في الاسطوانه وموجود معانا في الهرم برضه. طيب ادي الراديوس 3، هطلع فوق الارتفاع. في اوبشن مهم قوي اللي هو تحت اسمه التوب راديوس. ايه ده؟ قال لي انا هعمل لك اختيار جميل قوي، انك ممكن تحط نص قطر تحت، دي القاعده دي اساسي كده كده هتكون معاك. ممكن تعمل التوب بتاعتك كمان ليها نص قطر، ممكن تعمل شكل منفرج او تعمل القطر نص القطر اللي فوق يبقى نص قيمة نص القطر اللي تحت. طب ازاي الكلام ده؟ هقول له التوب راديوس. شايفين اللي حصل؟ قرب كده، ممكن اخليه بالشكل ده، ممكن اخليها بزاوية منفرجة بالشكل ده. تمام. ممكن والله اقول له مثلا انا عايز نص القطر واحد بالشكل ده. لسه بيسألني عن الهايت، سبيسيفاي هايت اور. ايه قصة اور؟ قال لي اما تو بوينت، يا اما تكتب له قيمه، يا اما ايه الاكسس بوينت الاتجاه. بس حتى لو قلت له اكسس بوينت هيرجع يسالني عن قيمه الارتفاع، فهقول له القيمه بتاعتي، اقول له القيمه بتاعتي 3. ادي الكون، ادي الكون. ارجع تاني، ادي الراديوس. تمام. 3، طلعت فوق الارتفاع بالشكل ده. ممكن اضغط على السهم تاني، اقول له الاكسس بوينت انتر، رحت على اليمين، هضغط، وهنا دلوقتي بيسألني عن الارتفاع، اقول له مثلا 3 انتر، خلاص الامر كده خلص بالشكل ده. طب واحد يقول لي طب انا كنت عايز اجيب التوب راديوس مع الاكسس اند بوينت، كان لازم تفعل او تحط اللي هو بنسميه التوب راديوس، وبعد كده تضغط على السهم وتختار الاند اكسس. طب تعالوا نجربها كده، انا ما جربتش قبل كده بس اكيد هو ده الحل. هقول له 3 واطلع فوق السهم، هقول له التوب راديوس، هقول له 1، ولسه السهم موجود الحمد لله، لسه موجوده معانا اللي هي الاكسس الاند بوينت. ممكن اخلي كده الاتجاه كده او كده زي ما انا عايز، واقول له ايه، واقول له خليه 5 مثلا الارتفاع الهايت. ادي قصه الاوبشن. اوبشن على فكره مشتركه ما بين الاشكال الاساسيه. هرجع لشريط الموديلنج ونشوف السفير، الكره. الكره بتترسم بكل بساطه، قال لي ايه سبيسيفاي سنتر بوينت اور، نشوف اور دي يا اما 3 بوينت 2 بوينت، ايه الكلام ده؟ انتوا عارفين يا جماعه الدايره، تعالوا ناخد كده ريفيجن على الدوائر. انا كنت مثلا في التوب، ارجع دايما احنا، انا كنت بفضل انا استخدم القائمه اللي اسمها درو فريس من الدوائر. فكان عندي السيركل، قال لي السنتر راديوس والسنتر دايمتر معروفه، التو بوينت برضو معروفه، ايه قصه التو بوينت؟ قال لي اختار نقطتين تمام وارسم الكوره ما بينهم. قلت له النقطه دي والنقطه دي، قصدي الدائره يعني، النقطه دي والنقطه دي. طيب جميل قوي. دخلت على درو تاني، قال لي سيركل، قال لي 3 بوينت. هقول له مثلا انا هختار 3 نقاط ترسم لي ما بينهم دايره، ايه هما على سبيل المثال؟ ممكن ارسم لاين كذا، لاين كده، هذا لاين، اقول له مثلا شيل لي هذا الاف 8، هضغط على القرص واشيلها من هنا، اقول له ادا لاين، ادا لاين بالشكل ده، وادا لاين، وادا لاين، واقول له مثلا درو، هدخل على 3 بوينت، قال لي النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة بالشكل ده. ايه ده؟ انا لما اخترت الثلاث نقاط عشان البرنامج يرسم لي عليهم دايرة، فجاب لي دايرة ارتجال لي طبعا
مساحة الدايرة، تمام، دايرة بمحيط يسمح لعمل تماس للثلاث نقاط اللي انا حددتهم. فالدايرة البرنامج هو اللي بيحددها، انا حددت الثلاث نقاط ولكن البرنامج هو اللي جاب لي الدايرة اللي هي تسمح بوجود الثلاث نقاط او تسمح بعمل تماس للثلاث نقاط اللي انا اخترته. انا قصة 3 بوينت. طيب اوكي، هرجع تاني السيركل، بعد كده هدخل على التان تان راديوس. ايه قصة التان تان راديوس؟ قال لي إيه؟ تماس تماس وبعد كده نص قطر. ازاي الكلام ده؟ انا اختار التماس الاولاني اهو، التماس التاني اهو، بعد كده سألني عن نص القطر، هقول له نص القطر بتاعي مثلا 2. ايه ده، ايه اللي حصل؟ طب مش معنى الدايره ملاصقه للضلع ده وللضلع ده، ليه ما جاتش هنا؟ لان انا عملت تماس للضلع ده والضلع ده. طب اوكي، اقول له اريز. هرجع تاني للاوبشن الاخير اللي هو التان تان تان، اللي احنا بنسميه التانجنت تانجنت تانجنت، يعني الثلاثه تماس في وقت واحد. ازاي الكلام ده؟ هقول له والله ادي اول تماس، ادي تاني تماس، وادي تالت تماس. البرنامج ارتجل لي مساحه الدائره اللي تسمح بوجود الثلاث نقاط اللي انا حددتهم، تسمح بوجود الثلاثه تماس اللي انا حددتهم. تمام، ادي قصه ال2 بوينت وال3 بوينت وال10 10 وهكذا. طيب عندي هنا في الكره نفس الحكايه، يعني انا لو جيت قلت له ايزومتريك ممكن امسح الشكل ده، وجيت قلت له ادي الكره بتاعتي، قال لي سبيسيفاي سنتر بوينت وهضغط اور، هضغط على السهم، قال لي 3 بوينت 2 بوينت والتانجنت، ممكن اقول له 2 بوينت، ادي الكره بتاعتي هتترسم من النقطه دي للنقطه دي بس، اكيد وصلت. تمام، باقي الاوبشن نفس الحكايه، التانجنت التماس، اكيد انا وصلت، يعني الفكره وصلت في المثال اللي ضربته على السيركل. ادي الكره بتاعتي، حددت البيس بوينت بتاعتها، وبعد كده قال لي حدد الراديوس بتاعها نص القطر او دايمتر القطر بالكامل، يعني ممكن اخلي القطر بتاعي اخليه مثلا 5 اهو بالشكل ده. سوري، ادي الكره، قلت له دي اللي هو الدايمتر، واقول له 5 وانتر بالشكل ده، القطر بالكامل وليس الراديوس، راديوس عن نص القطر. اوكي اريز ونكمل. ايه موجود عندنا تاني؟ عندنا نفس الحكايه السلندر، السلندر قال لي سبيسيفاي سنتر بوينت اوف بيس اور، اضغط على السهم نفس الحكايه. في اوبشن عندي هنا اسمه الاليبتيكال، ايه ده؟ ايه قصه الاليبتيكال؟ هيرسم لي قاعده الاسطوانه على شكل قطع ناقص، شكل اللي احنا بنسميه الشكل البيضاوي. طيب سيب ده بقى من 3 بوينت و2 بوينت والكلام ده، ونشوف الاسطوانه هتطلع معايا ازاي. ادي الاسطوانه نص قطر، هقول له 3، ادي انتر، بعد كده قال لي سبيسيفاي هايت اور، ايه الحكايه؟ قال لي يا اما تكتب رقم، يا اما ما بين نقطتين تسحبهم البرنامج ياخد المسافه ما بينهم، يا اما الاكسس بوينت اللي هو ايه، انك تخليه حر، يبقى ارتفاع الاسطوانه يا اما على الاكس يا اما على الواي يا اما على ايه، على الزد، طبعا بمساعده الارسو بالشكل ده، يا اما اطلع على الزد تاني بالشكل ده. طيب انا هقول له انا هطلع على الزد، واقول له مثلا عايز 10، ادي الاسطوانه بتاعتي. تمام، ايه قصه الاليبتيكال؟ الاليبتيكال يا جماعه لو جيت من الطب، ادي الشكل القطع اللي هو القطع الناقص اللي هو الشكل البيضاوي موجود عندي هنا الاليبس، بيقول لي سبيسيفاي اكسس اند بوينت اوف اليبس، هقول له ادي الاكس الاولاني حددته، طبعا هشيل بس الاورسو، قال لي حدد لي سبيسيفاي ديستانس تو الاذر اكسس، هو عباره عن اكسين، اكس انت بتحدد اتجاهه، والاكس التاني نفس الحكايه ممكن تحدد القيمه بتاعته بالشكل ده، يعني انا ممكن احدد قيمه للاكس الاولاني وقيمه للاكس التاني، فانا ممكن ارسمه بالنظر دلوقتي بالشكل ده، ممكن اخلي قاعده الاسطوانه بالشكل البيضاوي ده. ازاي الكلام ده؟ هرجع تاني للايزومتريك، هقول له
هضغط على السهم كده وبعد كده اقول له اليبتيكال واختار ادا الاكس الاولاني الاكس الثاني اهو، بعد كده يطلع لي بالارتفاع. تمام، ادا الليست 1. تمام، عندنا طبعا التورس، الامر الموجود معانا في 3 دي ماكس برضو نفس الحكايه، عباره عن دايرتين يا جماعه. قال لي هنا سبيسيفاي سنتر بوينت، قلت له هنا. قال لي سبيسيفاي راديوس اور ايه، يا اما دايمتر. تمام، هرجع تاني هقول له ممكن اختار طبعا نص القطر كده بالنظر، اللي هو ايه المساحه الكليه للدايره اللي هي بنسميها اللي هي شبه العوامه، وبعد كده سمك العوامه عباره عن دايره تانيه. الدايره التانيه دي ممكن احدد الريدس بتاعها اللي هو نص القطر بتاعها بالشكل ده. امر سهل وبسيط. عندي الهرم، ادي الهرم. اعتقد ان الهرم والبولي سوليد ظهر من اول اصدار 2007. الهرم بتاعي نفس الحكايه، اقرا الرساله السبيسيفاي سنتر بوينت اوف ذيس بوينت، اضغط على السهم. قال لي بص عندك ممكن ترسم بالايدج، ودي الطريقه الافتراضيه او السايد. طب نشوف الايدج، انا النقطه الاولى ممكن احدد طول والعرض في مش الطول والعرض يا جماعه، هو برضو هنا في الهرم بيرسم لي القاعده، يعني قال لي سبيسيفاي بيس راديوس، كان بيرسم القاعده يا جماعه اللي هي قاعده الهرم في دايره. تمام، ممكن احدد انا نص القطر، نص القطر هقول له مثلا نص القطر 3 واضغط انتر. قال لي الارتفاع، الارتفاع هنا نفس الحكايه، لو ضغطت على السهم السفلي جاب لي الاوبشن اللي هي موجوده في السلندر وموجوده في امر الكون. لا هي موجوده في امر الكون، الدليل على كده ان انا لسه الامر اللي هو التوب ريدس اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو موجود في امر الكون ظهر لي هنا. يعني ممكن اخلي هنا زي ما القاعده عندي هنا مثلا منتظمه، وبعد كده وهي بتطلع شكل هرم تبدا الزاويه تضيق وبعد كده يلتقوا في نقطه واحده. لا ممكن اخلي حاجه اسمها توب ريدس بالشكل ده. تمام، طيب نيجي نرسم الهرم تاني، ادا القاعده. طب تعالوا نضغط كده على السهم واقول له ساينس انتر. ايه ده، وانا ممكن ازود في عدد اوجه الهرم، ممكن ازود اقول له مثلا عايزهم 6 واضغط انتر. تعالوا نرسم كده، ادا الهرم بتاعي بالشكل ده. لا على فكره ممكن اضغط على السهم واقول له توب راديوس انتر واقول له اخليها بالشكل ده مثلا، ادا الراديوس بتاعي والهايت خليها كده زي اللي بيسموه الميزان، بيسموها سنجة الميزان في مصر يعني، عشان الناس لو سمعوا المصطلح ده بره ما يستغربوش. اي شكل سين. تمام، عايزك تفتش في الاوبشن كده وتجرب، كلنا بيبقى علينا واجب كبير جدا ان انا مش كل حاجة عمر ما كانت فيه دورة كاملة أو وافية في برنامج معين. تمام، أنت عليك جزء كبير جدا في إنك لازم تبحث وتدور داخل البرنامج نفسه. تمام، فضل عندنا أمر جميل قوي، الأمر هنا اسمه الهيليكس. تمام، اللي هو بيرسم لي الشكل الحلزوني ده. بترسم إزاي؟ بترسم الأول بيطلب مني 2 راديوس، راديوس القاعدة وراديوس التوب. فأنا هقول له من هنا راديوس القاعدة هقول له 3، بعد كده قال لي ايه سبيسيفاي توب راديوس هقول له 3، بعد كده الارتفاع. طيب اضغط على السهم السفلي علشان اطلع الاوبشن. قال لي هنا طبعا الارتفاع ممكن اكتب لسه في عندي اوبشن، الاكسس اند بوينت فهمناها، اللي انا هخلي ارتفاع المجسم بتاعي حر معايا، يبقى يجي معايا على الاكس يجي معايا على الواي اتكلمنا فيه. الترنز اللي هي عدد اللفات او عدد الثنيات، لو ضغطت انتر قال لي هنا 3، لا هقول له 10 انتر، زادوا بالشكل ده. لسه عندي بيقول لي حدد الارتفاع، اضغط على السهم ولسه فيه اوبشن كمان. قال لي بص كده، قال لي التويست، اضغط انتر. قال لي هنا عكس عقارب الساعه، ممكن اخليه مع عقارب الساعه اللي هي السي دبليو، سي سي دبليو يعني عكس عقارب الساعه بالشكل ده. طيب لسه الهايت، الهايت ما موجوده هنا، تيرنس هايت انتر.
حدده بقى، هقول له مثلا 10. 10 طبعا طلع كبير قوي، تمام. ده شكل ايه؟ طب واحد يقول لي طب ما ينفعش اغير في التوب راديوس، امسح بس دي. ده هقول له مثلا 3، والتوب راديوس هخليه 2 بالشكل ده. شايفين طلع الهيليكس معايا بالشكل الغريب ده؟ لا، حسب ما انا عايز. عندك القيم تحددها تغير فيها، ممكن اضغط على السهم واقول له الترنز خليها لو سمحت 20، انتر بقت بالشكل ده. ممكن اقول له اضغط واقول له الاكسس اند بوينت واروح في الاتجاه اللي انا عايزه، اشغل اورسو عشان اروح في الاتجاه اللي انا عايزه بالشكل ده، تمام. ده امر الهيليكس سهل جدا جدا. وبعد كده في عندنا الامر الاخير في المجسمات اللي انا هختم بيه المحاضره، امر اللي هو البلانر، البلانر سيرفيس. وده امر جميل اللي هو موجود عندنا في 3 دي ماكس، اللي هو بيعمل لي البلين سطح كده بعمل بيه الارضيات، بستخدمه ممكن اعمله كزجاج مثلا لشباك وهكذا. في الامر ده في اوبشن حلو قوي، ان انا لو عندي شكل بولي لاين ممكن احوله لبلانر. ازاي الكلام ده؟ اريز هاجي كده من التوب اقول له انا عايز البارل، تمام. انا عندي مثلا شكل بالطريقه دي، سيركل دايره هجيبها هنا ودايره، وممكن اخدها كوبي الدايره دي، تمام. سي او، واخد البيس بوينت بتاعتها من المنتصف، اشيل الاورسو بضغطي على اف 8، اطلع كده. طبعا ده شكل هيكون شكل الى حد ما مش منتظم بالنسبه لامر السيرفيس، بس انا في اوبشن هنا بتخليني اخد اي شكل اوبجكت احوله لبلانر سيرفيس. طيب تي ار بالشكل ده، سوري، تمام. تي ار تاني، واروح اختار المميز مثلا اي لون احمر مثلا، واروح اقول له من درو واقول له باوندري، واقول له انا عايز اعمل منطقه مغلقه ببولي لاين واجي هنا بالشكل ده. طبعا خلي بالكم قلنا ان البرنامج بياخد كوبي ويسيب لي الاجزاء اللي هي كانت مفتوحه بالشكل ده. ده الشكل بولي لاين بقى تحت، ممكن اعمل له موف بالشكل ده، ودول نمسحهم ريز. هرجع للايزومتريك، ادي الامر اللي هو البلانر، اضغط عليه قال لي سبيسيفاي فيرست كورنر اور اي اوبجكت، اختار الاوبجكت، تمام. ادي الاوبجكت بتاعي بالشكل ده. انا ممكن اعمل بيه اللي هو تقسيمات اللي هي الباركي والكلام ده. امر البلانر امر مهم جدا. كده احنا خلصنا مجموعة اللي هي الاشكال او المجسمات الستاندر في البرنامج. باذن الله تعالى هندخل على الموديفاي بقى، اللي هي ادوات التعديل، الاوبشن او الموديفاير، المعدلات شبيهة بالموديفاير في 3 دي ماكس. بعد كده ندخل على شريط اللي هو السوليد اديتنج. وبكده تكون محاضرتنا انتهت النهاردة. يا رب تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.